أحيانا كثيرة يتنازل البشر، إما لأنهم مضطرون أو غالبا لأنهم يحبون ولا يريدون خسارة الطرف المقابل، أو لأنهم بطبيعتهم طيبون متسامحون وعن الخلافات يبتعدون. ولكن في اللحظة التي عن المزيد من التنازلات يتوقفون، سيتم اتهامهم بالبرود والقسوة فقط لأنهم تغيروا ولأنهم لكرامتهم ينتصرون. نعم، لن يلاحظ البعض حجم تنازلاتك حتى تتوقف عن تقديمها، ولن يلاحظ البعض حجم عطائك ومحبتك حتى تخفف من حرارتها ودفقها. لماذا تضطرون أن نتغير ونخرج من جلدنا بعد أن قدمنا لكم أغلى ما عندنا؟ بالله عليكم، من انعدام بصيرتكم وعدم تقديركم ارحمونا.